سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. محمد الحداد الشهير بقعيمي، أحد المؤسسين لفريق الأهلي ببنغازي سنة 1947، وهو أول هداف في تاريخ الأهلي وأحد أبرز لاعبي أول فريق لكرة القدم بالأهلي، حيث لعب له في أول موسم رياضي لم يكتمل، ثم لعب لكشاف سنة واحدة وللأهلي في موسم 48-49، وتوج بلقب هداف بطولة بنغازي موسم 49-50، واستمر أحد أبرز لاعبيه وأشهر رموزه. لعب قعيم في مركز متوسط الهجوم وكان هدافاً بارعاً وكثيراً ما حملته جماهير الأهلي على الأكتاف، حيث حقق مع الأهلي العديد من البطولات والأهداف الحاسمة، أشهرها هدف الفوز في شباك فريق الجيش البريطاني عام 1960، تم اختياره لمنتخب بنغازي وأحرز له أشهر أهدافه في شباك المنتخب الجزائري عام 60. تم اختياره لمنتخب بنغازي وأحرز له أشهر أهدافه في شباك المنتخب الجزائري عام 1960، كما شارك مع المنتخب الليبي الأول في الدورة العربية الثانية بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1957، وشارك مع منتخبنا الوطني في مبارياته الدولية بهذه البطولة أمام المنتخب التونسي والعراقي، كما برز مع منتخب بنغازي في العديد من المباريات الودية الدولية أشهرها أمام منتخب جبهة التحرير الجزائري. عندما طلب منه الاعتزال والتحول إلى مجال التدريب في موسم 65-66 رفض ذلك، ونظراً لحبه الشديد للكرة انتقل من الأهلي إلى التحدي ليؤكد أنه لا زال قادراً على العطاء لعدة مواسم قادمة، ونال مع التحدي كأس اللاعب المثالي ولعب له 5 سنوات متتالية لاعباً ومدرباً. عقب اعتزاله اللعب أواخر الستينيات تولى تدريب العديد من الفرق المحلية على جميعها أبرزها الهلال والتحدي والمروج الذي قاده مطلع السبعينيات لأول مرة لدور الأضواء والأنوار ومنتخب بنغازي للشباب. علاوة على كونه لاعب متميز ومدرب، فهو شخصية تربوية جادة ومنضبطة، وكان بيته ملتقى لكل شباب الأندية على مر الأجيال الكروية لتلقي العلاج، حيث كان قعيم رائداً في مجال الطب الرياضي وعلاج إصابات الملاعب، لأنه كان بارعاً وماهراً في الطب الشعبي والكشف عن إصابات اللاعبين من خلال خبرته الرياضية كلاعب ومدرب على مدى 40 عاماً. استطاع أن يعرف الكثير عن إصابات الملاعب وعلاج أغلب نجوم الكرة بالطب العربي. ومن أشهر الذين أشرف على علاجهم وشفائهم مدرب منتخبنا الوطني الإنجليزي رون برادلي، الذي كان يعاني من إصابة قديمة، وعقب شفائه قال لقعيم: أنت قدمت لي ما عجز عن تقديمه لي الأطباء، ونصح لاعبي المنتخب بالتوجه لقعيم لتلقي العلاج في حالة الإصابة. رحم الله محمد الحداد الشهير بقعيم، الذي سيظل ويبقى أحد الرموز التي قدمت الكثير للرياضة، ومن الرعيل الأول الذي بنى علاقاته مع الآخرين على القيم والمبادئ والمعاملة الطيبة الصادقة.